إنما هو دين واحد، ومن يبتغي غيره من الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لاحظت ان فضلتك توقفت عند الاديان، لا تقتنع بمصطلح الاديان. لا، انما هو دين واحد. في مقارنه اديان مولانا؟ الاديان السماويه. انما هو دين واحد. اما سيدنا موسى وسيدنا عيسى هذه شرائع. اما دين موسى الاسلام، دين ابراهيم الاسلام، دين عيسى الاسلام. كل الانبياء. خذ الادله يا ليت من كتاب ربنا. احسنت، تفضل. ليس باجتهاد من احد. قال الله عز وجل حكاية عن نوح. الله أكبر. نوح البشرية الثانية. وأمرت أن أكون من المسلمين. الله. إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين. الله أحسنت. مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الله يفتح عليه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون. سيدنا يعقوب هو إسرائيل. نعم، هو نبي الله إسرائيل. سنت هيجي بقى منه سيدنا موسى. كله سيدنا موسى. أيوة. قال الله حكاية عنه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مسلمين. طب سيدنا عيسى. عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. مسلمون. طب سيدنا محمد. سيدنا سليمان. سليمان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجن المؤمن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. أما سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غيره الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.